قول لي تشكيل منتخب مصر بكره قدام موزمبيق مين؟ محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم واحمد حجازي ومحمد هاني وفتوح. خط النص ممكن من رايي يبدا بزيزو وامام عاشور وممكن حمدي فتحي ومروان عطيه. مصطفى فتحي برضه يبقى موجود. النني موجود. وقصادهم هيكون زيزو. باك يمين هيكون صلاح طبعا. الشناوي في حراسه المرمى. قدامه محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم. على اليمين طبعا محمد عمر كمال عبد الواحد. الشمال محمد حمدي. هو التشكيل هو نفس المباراه بتاعت تنزانيا اللي لها بيه هو اللي هيبدا بيه. مصطفى محمد ومحمد صلاح وعمر مرموش وامام عاشور وحمدي فتحي. انا شايف ان هو هيكون زي ماتش تنزانيا بس انا شايف ان هو ممكن يغير صبحي يحط الشناوي. توقعك لنتيجه ماتش بكره كام؟ ان شاء الله 2-1 او 2-0. ان شاء الله 2-0 لمصر. ان شاء الله باذن الله لمصر 2-1. 2-0 لمصر ان شاء الله. باذن الله 2-0. يعني 3-1. اي بليف مثلا هو ممكن 2-1 لمصر. 3-1. اتمنى نكسب 2-0 اول ماتش لنا في البطوله. 2-0 لمنتخب مصر. 2-1. اتوقع ان النتيجه تبقى 1-0. مين اللاعب اللي تقول ان هو هيكون نجم الماتش بكره ان شاء الله؟ النجم بتاعنا محمد صلاح. اتحرك المنتخب ان شاء الله كله هيتحرك. انا شايف محمد صلاح وتريزيجيه ان شاء الله لو فتوح هيلعب هيبقى نجم الماتش. طبيعي اقول ان صلاح باذن الله باذن الله باذن الله لان ده بقى عامل زي كريستيانو وميسي كده له شعبيه عالميه. احمد هاني لو امام عاشور بدا هيبقى نجم الماتش ان شاء الله.